يا والدة الله صلي أجلنا نحن الخطأ، لا
سيدنا يسوع المسيح يا أبي مريم يا ولد الله صلي أجلنا نحن الخطأ المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البداية والآن وعلى الدوام وإلى الأبد يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجينا من دار جهنم والمقهى وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين إلى حمايتك نلتجئ يا والدة الله القديسة فلا تغفري عن طلباتنا عنك احتياجنا إليك لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيها العذراء النجيبة المباركة تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعي المسيح يا رب استمع صلاتنا وصراطنا إليك يهدي فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين برحمة الله والسلام عليك Thank you.
الوعدي المقدسة. فليبارككم الثالوث الأقدس الآن. آمين.